السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم علي ماهر من مدونة عربوي. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنتعرف مع بعض على طريقة إظهار سجل الإشعارات الخاص بالهاتف بتاعنا على نظام الأندرويد. الطريقة جميلة جدا يا شباب، بتخلينا إن إحنا نظهر السجل الخاص بالإشعارات. طبعا الإشعارات دي لما بتجيلنا صعب إن إحنا نسترجعها تاني، ولكن مع الطريقة دي هيكون عندنا أيقونة فيها الإشعارات الخاصة بينا وبإمكاننا إن إحنا نسترجع أي إشعار فيهم بطريقة سهلة وبسيطة. وعشان نعرف الطريقة انتظرونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. الطريقة سهلة يا شباب، كل اللي علينا إن إحنا من الواجهة الرئيسية للهاتف الخاص بينا زي ما ظهر قدامنا كده، هنضغط ضغطة مطولة على أي مكان في الشاشة، المهم إن هو ما يكونش على أي تطبيق أو ويدجت موجود قدامنا. كمثال هنضغط ضغطة كده ونطول مع بعض، زي ما احنا شايفين ظهرت الإعدادات الخاصة بينا كده. أول حاجة هندوس عليها هندوس يا إما الأدوات أو الويدجت على حسب اللغة الخاصة بينا أو التودز. نضغط ضغط على الأدوات، هيظهر لنا الخيارات اللي موجودة تحت دي زي ما ظهر قدامنا هنا كده. كل اللي علينا إن احنا ندور على السيتنج أو شورت كات سيتنج أو اختصارات الإعدادات زي ما ظهر قدامنا. هنضغط عليها ضغطة واحدة زي ما احنا شايفين هنا كده، ونقوم بسحبها على الواجهة الخاصة بينا لفوق، ونقوم بعملية إفلات ليها. هتظهر لنا القايمة دي، القايمة دي فيها أكتر من خيار. كل المطلوب مننا إن احنا هندور على سجل الإشعارات زي ما احنا شايفين هنا كده، سجل الإشعارات، ونقوم ضغطين عليها ضغطة واحدة. بعد الضغط عليها هيظهر لنا هنا قايمة، هنقوم بالرجوع عادي، خش على القايمة زي ما احنا شايفين هنا كده، ظهر قدامنا سجل الإشعارات زي ما احنا شايفين. كل المطلوب مننا إن احنا نضغط عليه ضغطة واحدة، هيدخلنا بالفعل على سجل الإشعارات الخاص بينا. كمثال هنا كل الإشعارات اللي ظهرت على العدة، سواء إذا كانت لوحة المفاتيح أو الفيسبوك أو حتى الوضع على الشاحن أو واتساب أو الشبكات المفتوحة، أيا كانت الإشارات اللي تمت على الهاتف هتظهر لنا بشكل منظم وبالتاريخ بتاعها. بإمكاننا لو إن هو على الفيسبوك أو أي شيء من الأشكال دي إن إحنا نخش بيها. إن شاء الله الشرح يكون سهل وبسيط لينا وليكم. ما تنسوناش يا شباب باللايك والشير لو عجبكم الفيديو، والاشتراك في القناة لو دي أول مرة تشوفونا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.